أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار زخات الأمطار الرعدية على المنطقة الجنوبية الغربية، أيضا استمرار درجة الحرارة حول المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، وطقس صيفي اعتيادي كالعادة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كمية من الغيوم المتوسطة والعالية في أقصى جنوب المملكة، جنوب منطقة الربع الخالي، أجزاء من منطقة نجران وجازان وعسير. هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية، فيما كان الطقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن وإياك من أخرى توزيع الأمطار من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة بإذن الله. يلاحظ استمرار لبعض التشكلات الرعدية الخفيفة والمتفرقة في المنطقة الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، تستمر حتى ساعات المساء، فيما يستقر الطقس وتغيب الأمطار عن باقي مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي. أما بالنسبة لخارطة توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة، يلاحظ استقرار على درجات الحرارة لتكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، تكون أربعينية في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية، تكون في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشمالية، بينما تكون في أواسط العشرينيات فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية. ننتقل للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 28 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة بإذن الله: يوم الأربعاء طقس غالبا صافي مع 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 27، يوم الخميس 41 إلى 27 درجة مئوية، أما يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس صافي 43 إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.